حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وبريدة وأبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب، وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال: عن عبد الله بن راشد الزرقي، وهو وهم في هذا. وأبو بصرة الغفاري اسمه حميل بن بصرة، وقال بعضهم جميل بن بصرة ولا يصح. وأبو بصرة الغفاري رجل آخر يروي عن أبي ذر، وهو ابن أخي أبي ذر. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن. وروى سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق، وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش. وقد رواه منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق نحو رواية أبي بكر بن عياش. حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن أبي ثور الأزدي عن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام. قال عيسى بن أبي عزة: وكان الشعبي يوتر أول الليل ثم ينام. قال: وفي الباب عن أبي ذر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأبو ثور الأزدي اسمه حبيب بن أبي مليكة، وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا ينام الرجل حتى يوتر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خشي منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل، فإن قراءة القرآن في آخر الليل محظورة وهي أفضل. حدثنا بذلك هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق أنه سأل عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: من كل الليل قد أوتر أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره حين مات إلى السحر. قال أبو عيسى: أبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي قال: وفي الباب عن علي وجابر وأبي مسعود الأنصاري وأبي قتادة. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم، الوتر من آخر الليل. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار
عن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع. قال: وفي الباب عن عائشة. قال أبو عيسى: حديث أم سلمة حديث حسن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاث عشرة وإحدى عشرة وتسع وسبع وخمس وثلاث وواحدة. قال إسحاق بن إبراهيم: معنى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة، قال: إنما معناه أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر، وروى في ذلك حديثا عن عائشة. واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوتروا يا أهل القرآن. قال: إنما عنا به قيام الليل، يقول: إنما قيام الليل على أصحاب القرآن. حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين. قال: وفي الباب عن أبي أيوب. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الوتر بخمس، وقالوا: لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. قال أبو عيسى: وسألت أبا مصعب المديني عن هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بالتسع والسبع، قلت: كيف يوتر بالتسع والسبع؟ قال: يصلي مثنى مثنى ويسلم ويوتر بواحدة. حدثنا هناد، حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل، يقرأ في كل ركعة بثلاث سور، آخرهن قل هو الله أحد. قال: وفي الباب عن عمران بن حسين وعائشة وابن عباس وأبي أيوب وعبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب، ويروى أيضا عن عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا روى بعضهم فلم يذكروا فيه عن أبي، وذكر بعضهم عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي. قال أبو عيسى: وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن يوتر الرجل بثلاث. قال سفيان: إن شئت أوترت بخمس، وإن شئت أوترت بثلاث، وإن شئت أوترت بركعة. قال سفيان: والذي أستحب أن أوتر بثلاث ركعات، وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال: كانوا يوترون بخمس وبثلاث وبركعة، ويرون كل ذلك حسنا. حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر فقلت: أطيل في ركعتي الفجر؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، وكان يصلي الركعتين والأذان في أذنه، يعني يخفف. قال: وفي الباب عن عائشة وجابر والفضل بن عباس وأبي أيوب وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، رأوا أن يفصل الرجل بين الركعتين والثالثة يوتر بركعة، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا شريك عن أبي إسحاق
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد في ركعة ركعة. قال: وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب، ويروى عن عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الوتر في الركعة الثالثة بالمعوذتين وقل هو الله أحد. والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن حبيب بن الشهيد البصري، حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال: سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن غريب. قال: وعبد العزيز هذا هو والد ابن جريج صاحب عطاء، وابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الحديث عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال: قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. قال: وفي الباب عن علي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي، واسمه ربيعة بن شيبان. ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها، واختار القنوت قبل الركوع، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة. وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان، وكان يقنت بعد الركوع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وبه يقول الشافعي وأحمد. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر وإذا استيقظ. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح. قال أبو عيسى: وهذا أصح من الحديث الأول. قال أبو عيسى: سمعت أبا داود السجدي يعني سليمان بن الأشعث يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: أخوه عبد الله لا بأس به. قال: وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال: عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة. قال: وقد ذهب بعض أهل العلم بالكوفة إلى هذا الحديث، فقالوا:
يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعدما طلعت الشمس. وبه يقول سفيان الثوري: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادر الصبح بالوتر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. قال أبو عيسى: وسليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وتر بعد صلاة الصبح، وهو قول غير واحد من أهل العلم. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح. حدثنا هناد، حدثنا ملازم بن عمرو، حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر، وقالوا يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته، لأنه لا وتران في ليلة، وهو الذي ذهب إليه إسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره، ويدع وتره على ما كان، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأهل الكوفة وأحمد. وهذا أصح، لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا حماد بن مسعدة عن ميمون بن موسى المرئي عن الحسن عن أمه أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين. قال أبو عيسى: وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة، حدثنا مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سعيد بن يسار قال: كنت أمشي مع ابن عمر في سفر فتخلفت عنه، فقال: أين كنت؟ فقلت: أوترت. فقال: أليس لك في رسول الله أسوة؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. قال: وفي الباب عن ابن عباس. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن يوتر الرجل على راحلته. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يوتر الرجل على الراحلة، وإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض، وهو قول بعض أهل الكوفة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني موسى بن فلان بن أنس عن عمه ثمام بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة.
قال: وفي الباب عن أم هانئ وأبي هريرة ونعيم بن عمار وأبي ذر وعائشة وأبي أمامة وعتبة بن عبد السلمي وابن أبي أوفى وأبي سعيد وزيد بن أرقم وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وكأن أحمد رأى أصح شيء في هذا الباب حديث أم هانئ. واختلفوا في نعيم، فقال بعضهم نعيم بن حمار، وقال بعضهم ابن همار، ويقال ابن هبار، ويقال ابن همام، والصحيح ابن همار. وأبو نعيم وهم فيه فقال ابن حماز وأخطأ فيه، ثم ترك فقال نعيم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وأخبرني بذلك عبد بن حميد عن أبي نعيم. حدثنا أبو جعفر السمناني، حدثنا أبو مسهر، حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: ابن آدم، اركع لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا محمد بن عبد الأعلى البصري، حدثنا يزيد بن زريع عن نهاس بن قهم عن شداد أبي عمار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال أبو عيسى: وقد روى وكيع والنضر بن شميل وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نهاس بن قهم ولا نعرفه إلا من حديثه. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدع، ويدعها حتى نقول لا يصلي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح وأبو سعيد المؤدب عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. قال: وفي الباب عن علي وأبي أيوب. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 4 بعد الزوال لا يسلم إلا في آخرهن. حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، وحدثنا عبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر عن فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ
فليحسن الوضوء، ثم فليصلي ركعتين، ثم ليثني على الله، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وفي إسناده مقال: فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث، وفائد هو أبو الورقاء. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال: ويسمي حاجته. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي أيوب. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي، وهو شيخ مديني ثقة، روى عنه سفيان حديثا، وقد روى عن عبد الرحمن غير واحد من الأئمة، وهو عبد الرحمن بن زيد بن أبي الموالي. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا عكرمة بن عمار، حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن أم سليم غدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: علمني كلمات أقولهن في صلاتي. فقال: كبر الله عشرا، وسبح الله عشرا، واحمديه عشرا، ثم سلي ما شئت. يقول: نعم نعم. قال: وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو والفضل بن عباس وأبي رافع. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن غريب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح، ولا يصح منه كبير شيء. وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه. حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا أبو وهب قال: سألت عبد الله بن المبارك عن الصلاة التي يسبح فيها، فقال: يكبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول 15 مرة: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ثم يتعوذ ويقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، وفاتحة الكتاب، وسورة، ثم يقول 10 مرات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ثم يركع فيقولها 10، ثم يرفع رأسه من الركوع فيقولها 10، ثم يسجد فيقولها 10، ثم يرفع رأسه فيقولها 10، ثم يسجد الثانية فيقولها 10، يصلي 4 ركعات على هذا،
فذلك 75 تسبيحة في كل ركعة، يبدأ في كل ركعة 15 تسبيحة ثم يقرأ ثم يسبح 10، فإن صلى ليلا فأحب إلي أن يسلم في الركعتين، وإن صلى نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. قال أبو وهب: وأخبرني عبد العزيز بن أبي رزمة عن عبد الله أنه قال: يبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم، وفي السجود بسبحان ربي الأعلى 3، ثم يسبح التسبيحات. قال أحمد بن عبدة: وحدثنا وهب بن زمعة قال: أخبرني عبد العزيز وهو ابن أبي رزمة قال: قلت لعبد الله بن المبارك: إن سهى فيها يسبح في سجدتي السهو 10 10؟ قال: لا، إنما هي 300 تسبيحة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا زيد بن حباب العكلي، حدثنا موسى بن عبيدة، حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عم، ألا أصلك؟ ألا أحبوك؟ ألا أنفعك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: يا عم، صل 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل: الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد الثانية فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم، فتلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات. فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج لغفرها الله لك. قال: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يقولها في كل يوم؟ قال: فإن لم تستطع أن تقولها في كل يوم فقلها في جمعة، فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر. فلم يزل يقول له حتى قال: فقلها في سنة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أبي رافع. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أسامة عن مسعر والأجلح ومالك بن مغول عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك قد علمنا، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال محمود: قال أبو أسامة: وزادني زائدة عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ونحن نقول: وعلينا معهم. قال: وفي الباب عن علي وأبي حميد وأبي مسعود وطلحة وأبي سعيد وبريدة وزيد بن خارجة ويقال ابن جارية وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى كنيته أبو عيسى، وأبو ليلى اسمه يسار. حدثنا محمد بن بشار بندار، حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، حدثني موسى بن يعقوب الزمعي، حدثني عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، وكتب له بها 10 حسنات. حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة وأنس وأبي بن كعب. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. حدثنا أبو داود سليمان بن سلم المصاحفي البلخي أخبرنا النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. حدثنا عباس العنبري حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال: قال عمر بن الخطاب: لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. عباس هو ابن عبد العظيم. قال أبو عيسى: والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب وهو مولى الحرقة، والعلاء هو من التابعين، سمع من أنس بن مالك وغيره. وعبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء هو أيضا من التابعين، سمع من أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عمر. ويعقوب جد العلاء ومن كبار التابعين أيضا، قد أدرك عمر بن الخطاب وروى عنه.